انت تحب تاكل العظم لكن خايف من الكوليسترول، ايجا نفسر لك. المنافع الموجوده في اصفر العظمه متعدده، فيه الفيتامين دو جروب بي، فيه الفيتامين دي، فيه لاكولين اللي هي برولور دو غريس، فيه زادة الزنك والدهشة اللي هي باهية للمخ، فيه الفيتامين أ والفيتامين أ والسيلينيوم. يعني كي نقارنوا بأبيض العظمة اللي ما فيهش المنافع هذوما الكل ما عدا السيلينيوم. وأصفر العظمة فيه برشا منافع للعين، فيه البيتا كارونتين، لا لوتيين، الأكزانتين. العناصر الغذائية هذه اللي كنت نسمي فيها هي مفيدة على خاطر تساعد على عكس مرض الكبد الدهني اللي هو مربوط بمقاومة الأنسولين اللي هي سبب من أسباب أمراض القلب والشرايين. العناصر الغذائية المفيدة هذه تلعب دور في الحد من ظهور أمراض القلب والشرايين والكبد الدهني، وهذا عكس ما نسمعوه عادة على العظم. دونك العظم بخلاف الفوائد اللي كنا نسميو فيهم هو سهل للتحضير ويدخل في بلوزيغ ريسيت. الخلاصة، العظم نافع بالأبيض متاعه وبالأصفر متاعه، وأون بلوس يشبع.